أرخص وأجمد فانوس عطارة في مصر عشان رمضان. الفانوس ده فيه كل حاجة بتستخدمها في رمضان في طبيخك، وتمنه 300 جنيه بس. تعال نشوف فيه إيه من عند نزيل عطار. فانوس رمضان بتاع العطارة اللي فيه كل حاجة. ودينا بقى ايه اللي موجود. انا هفتح لك واوري لك كل حاجه اهو. يلا بينا، بسم الله. بص، ده فلفل اسمر حصى، ايوه، ده بهارات، 7 بهارات اللي احنا عارفينها الجميله، ورق لورا طبعا، باربيكيا، كزبره ناعمه، كمون، الله الله، شط. ده بكام بقى يا رومي؟ الفانوس ده ب 300 جنيه. الحاجات دي لوحدها برقم، يعني انا بقول لك في حاجات كده انت يعني لو نزلت اشتريتها لوحدها هتستغرب من ارقامها. يعني الربع في الكمون دوت، ربع الكمون وربع الفلفل دول برقم لوحدهم، طبعا يعني الاثنين ممكن يعدوا ال 200 جنيه. فانت جايب كل فبقيت ده الحاجات دي ب 300. كلها ب 300 جنيه اساسا. الفانوس ده لوحده بفلوس بس يعني يعني. انت يا جماعه تروح لنزيل عطار في رمسيس اللي في باب البحر وتقول له انا عاوز فانوس فانوس عطار فانوس رمضان بتاع العطاره، في اثنين، في حجمين في الفانوس العطار، الحجم الصغير ده ب 300، وفي واحد تاني بيبقى 10 مكونات او 11 مكون ب 500. وده طبعا بس فيه ده بقى بقى حاجات فيه تانية. في حبهان، وفي بلح جوز الطيب، وفي طبعا الحبان سعره دلوقتي في العلالي، فده وفي برضو يا صابون جماعه جواه برضه 500. يعني 500. عندنا 300 وعندنا 500 من فانوس العطاره.